إذن مشاهدي محمد أهلا بكم في هذا البث المباشر الجديد الذي نقول لكم من أمام عمالة المحمدية. المناسبة هو وقفة احتجاجية لأصحاب الأفراح والأعراس والتريتورا والنقافات والمغنيين هنا أمام عمالة المحمدية. إذن بقوا معنا في هذا البث المباشر اللي غادي نستوجبوا بطبيعة الحال عدد كبير من الفنانين وعدد كبير من أصحاب الأفراح بعموم عمالة المحمدية. إذن بقوا معنا في هذا البث الحي والمباشر اللي كنقول لكم صفحة البث المباشر MP Live اللي كنتمنوا بطبيعة الحال دائما أنكم ديروا جيم لها وضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. إذن بقوا معنا في هذا البث المباشر. سن من بعدهم الصوت واخا الصوت واخا انا نشوف الصوت إذن بقوا معنا في البث المباشر من أمام عمالة المحمدية. أكدوا لنا الصوت يخليكم أكدوا لنا الصوت الآن إذن عدد كبير من أصحاب قاعة الأفراح والمصورين والموسيقيين والممولين ديال الحفلات والطباخه والمنقفون كيقوموا بواحد الوقفه احتجاجيه للشعار ديالها لا للحقره والتهميش. مزيان ولكن خاص تكمل الصوره بهذا الشيء ديالكم باش تكمل الصوره حنا غنشبعكم جيت نبداو بك مثلا غنسولو لك مثلا ضروري اذا عدد كبير من اصحاب الافراح والموسيقيين إذن بقاو معنا في هذا البث المباشر من أمام عمالة المحمدية كما كتشوفوا بها الصورة. ماشي القايز بعد قليل غادي تبدا الوقفة الاحتجاجية في انتظار التحاق عدد من الفنانين والموسيقيين وأصحاب قاعة الأفراح ديال الوقفة لحد الآن. راه كيبان يعني حشد كبير من الفنانين وأصحاب قاعة الأفراح بمدينة المحمدية واللي كيشغلوا بطبيعة الحال واحد الأيادي عاملة لا يستهان بها. كنتمنوا لهم التوفيق. Thank you.
نمشي نجيب ما اسمه شنو واحد واحد حنيزه عنده حنيزه اه عبد الجزائر غير خدموه اه غير خدموه يلا زيد اخبارك زيد جيب ميكرو جيب ميكرو يلا سولو سولو قال لك قال لك خاص رخيص لا بغيتي تسولو تلف انا غادي تهاني واش هاني ديكورو لا لا بغيتش اخويا ما هضر ضروري إذن دائما في هذا البث المباشر اللي كنقوله لكم من امام عمله المحمديه واللي كيغطي هذه الوقفه هذه بطبيعه الحال عدد كبير من الصحفيين من داخل المدينه المحمديه ومن خارجها وايضا معنا الصحفي صبري يعني كما كتعرف من خلال الخطه الثالثه ديال الحجر الصحي مازال بالنسبه لاصحاب القاعات ديال الافراح مازال ما ادنوش لهم باش يمارسوا العمل ديالهم كيفاش كتشوفين تشوف انت هذه القضيه هذه كصحفي بطبيعه الحال القطاع ديال ممولي الحفلات والسربايا والموسيقيين والنقافات النقاشات يعني كاين واحد العدد كبير من الناس اللي تضرر من هذه الجائحه ديال الكورونا ولا سيما ان باقي ما رخصوش لهم اذا ما كاين لا حفلات لا اعراس لا والو يعني دازت هذه المرحله غادي تبقى بحال هكا نظرا اننا حنا كنتمنوا ان يكون شي حلول بديله لما لا ان تكون شي حوافز للتشجيع او لا شي حاجه حيت اكثر كيقول لك ما عندهمش باش يعيدوا ما عندهمش باش ياكلوا ما عندهمش باش يشربوا خاصه صغار المقاولات في مجال قاعات الافراح هما اللي كيعانيوا اكثر بطبيعه الحال هذوك مدقدقين نعم هذوك واكلين العصا نعم وكاينين حتى الدراري الله يكون في عوان مسكين سرباي معول على الصيف نقافه معوله على الصيف الدراري ديال الهزه معولين على الصيف كاميرامان معول على الصيف نعم اذا نعم. راه هذا مشكل كنتمناو نلقاو ليه شي حل في اقرب وقت اذا واش كتشوف يعني من خلال هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي كاينه في عموم المملكه يعني السلطات بالرباط واش غتلبي النداء ديالهم وغادي يتفتحوا القاعات في ظل هذا هو ما يمكنش لنا نجزموا بهذه القضيه نظرا لان ما يمكنش لك تكون ضد التيار نعم. نظرا لان اذا كان احنا كمواطنين غادي نضحيو وان كاينا مازال عندنا الفيروس ومازال الجائحه وغادي في الارتفاع راه ما يمكنش لينا غادي نقولوا ان خاصي بطبيعه الحال حنا القلوب ديالنا معاهم ولكن نعم. نعم. كنتمناو الله يرفع علينا هذا الوباء هذا كنتمناو شي صيغه شي حل لهذا كما قلت يعني شي حوافز او لا شي حاجه بشكل من الاشكال اه ولا شي منح ماديه نعم. او لا شي حاجه نظرا لان تتفوت هذه الازمه هذه ويحل الله اما بالنسبه لاننا باش نفرضوا الراي ديالنا ما يمكنش لينا نظرا لان مصلحه الوطن فوق كل اعتبار غير ولي كيف ما كنعرفوا حنا كصحفيين يعني هذا القطاع هذا يعني ما مولفينش هذه الاشكال من الاحتجاجات ربما ما عمرنا شفناهم كما كتشوف الصوره ما عمرنا شفنا هذا الشيء يعني حتى الوقفه ربما نقدروا نقولوا وقفه شبه محتشمه ولكن الظروف بغاو يعبروا بغاو يوصلوا ميساج ديالهم بغاو يوصلوا رساله نعم. كنتمناو شي حد يسمع ليهم نعم. ونتمناو تكون حلول كما كتشوف كيف ما كنسمعوا اناشيد وطنيه تحفيزيه باش يعني حيت كاينين الموسيقيين اخي خالد كاينين كاينين الفنانين اليوم والموسيقيين فعلا كاين سربايا كاين موسيقيين كاين نقافات مازال نعم. كنظن ان العدد مازال غادي يلتحقوا مازال حقوقيين يعني اللي كيساندوا الوقفه غادي نشوفوا سي الوزاع واحد الدقيقه معنا كيف قلتي نبيل الوزاع حقوقي حتى هو كيساند الوقفه كيف كنشوفوا اخي خالد وكنتمناو والان كما كنشوف توافد عدد من الفنانين والموسيقيين كيف قلت انا فعلا الكاميرا غادي تزوم عليهم فعلا 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 غادي يوصل عدد كبير كيف كنظن وكيف وصلتنا الاصداء نعم. ان غيكون عدد كبير ديال الفنانه يعني كيفاش نتوما كصحفيين غادي تغطيو هذا الحدث هذا احنا اللي علينا اننا غادي نغطيو الحدث كبحالنا بحالك اخي خالد كاميرامان كبحالي بحالك اخي خالد نعم غنحاولوا اننا نوصلوا الميساج كما هو نعم. ونتمنوا انها تكون حلول بديله ان شاء الله الرحمن الرحيم وكيف قلت وكيف غادي نعاود ان مصلحه الوطن فوق كل اعتبار غادي نشوف واحد الفنانين السلام عليكم مرحبا سولو واحد الكلمه
تفضل معنا احد الفنانين. جيجي اليوم الوقفه الاحتجاجيه. ولينا الشرف انني نجي الوقفه الاحتجاجيه. شنو الاسباب وشنو المطلب ديالكم الاساسي؟ خويا جميع الناس اللي في هذا القطاع الاعراس راهم متضرين، راهم متضرين بزاف بزاف بزاف، وكنلتمسوا من صاحب الجلاله محمد السادس الله ينصره وتاج فوق الراس، وحنا كنخافوا على بلادنا وكنخافوا على بزاف الحوايج. هذا هو اللي قلت ان مصلحه الوطن فوق كل شيء. فوق كل شيء، ولكن تحت المطلب ديالكم اشنا هو؟ المطلب ديالنا يشوفوا من حالنا، لان المخير هنا ما عندوش حرفه اخرى، حنا معيشين منا عائله، معيشين منا بزاف الحوايج، ما كنعرف نبيع سرديل، ما كنعرف نريش دجاج، نكذب عليك، يعني كنعرف الميكرو انا. انا كنعرف غير الميكرو، كنعرف نغني صافي. راه جميع الناس متضرين، ما كاينش شي واحد جا هنا الا واصل به العظم. حتى حنا بغينا نديروا معنا شي قانون، عطيونا حتى حنا غير بغيتوا شي حلول. ضروري حاجه الحلول اللي نتوما كطالبوا بها، اللي دارت هاد الدوله تاج فوق الراس، اللي دارت هاد الدوله تاج فوق الراس. حنا ماشي كنبزوا على الدوله ولا شي حاجه، باغيين يتفتح الباب ديال الحفلات. ما كرهناش ظل الازمه الاقتصاديه الحاليه والجائحه اللي كاينه ديال كورونا، كنظن انها صعيب. راه صعيب، راه بطبيعه الحال، ولكن حتى حنايا كما كنشوفوا بعض القاعات وبعض هذه خدات الالتزامات ديالها، فهمتي، ضد الفيروس كورونا، خدات جميع التغطيه ديالها. كاينين القاعات اللي خدموا؟ ما كاينش قاعه خدمات. وكما دو الحجر الصحي دوزناه، التزمنا بالقانون ديالنا، ما خرجناش من ديورنا كما قالت الدولة، يعني التزم بالبيت ديالك، بقينا في البيت ديالنا. درتوا شي انجاز لشي اعمال؟ ما كاين حتى شي حاجه، ما كانش حتى والو. يعني الحجر الصحي صافي، التزمنا في المنزل، ما خرجنا ما والو، واحترمنا الدوله، واللي قالت الدوله تاج فوق الراس. شكرا. وحنا كنتمناو من صاحب جلاله الملك محمد السادس الله ينصرو وتاج فوق الراس، كنتمناو انه يشوف من حالنا، من حال قطاع الاعراس، راه الناس سمحنات بزاف. راه كنشوف شي موسيقيين وشي نقافات وشي لا داعي اكس، راك ولاو باغيين مساكن. بالنسبه لهذا السؤال المطروح الان هو شحال كاين ديال الشركات الصغرى ديال الممولين الحفلات المحمديه العدد؟ راه هادشي راه ماشي المحمديه كامله، هادشي راه مازال غيجيو الناس. شحال كاينين في نظرك انت؟ راه باقي، راه بزاف، اكثر من 1800 حرفي. يعني سربايا صحاب الهزه كاينه اكثر من 1800. اللي كاينه، وكاينه 13 قاعه، وكل قاعه كتهز، وكل قاعه ملي كتشتغل راه كيشتغل فيها اكثر من 40 خلق. وشحال عندنا العدد ديال الممولين الحفلات في محمد؟ ما نقدرش نقول لك شحال، لان علاش؟ لان كاين بزاف، كاين اللي ممولين عنده غير محل صغير، يعني كاين الممولين الصغار وكاين الممولين الكبار. الممولين الكبار هما اللي عندهم القاعات، والممولين الصغار هما اللي عندهم غير محلات صغار. بحال هادو اللي عندهم غير حنا بغي هما محلين ساكن من ناحيه الكرا، من ناحيه بزاف د الحوايج، كاين اللي ما دخلش حتى 1000 فرنك وكيخلص في الكرا ديالو. منين غادي يجي؟ منين؟ راه منين غادي يجي؟ راه ما عندوش منين غادي يجي، راه غالب الله، راه حنا ما يوقفنا هنا الا وضرينا، الا وتمحنا. بغينا من صاحب جلاله الملك محمد السادس ان شاء الله يشوف من حالنا ويشوف من حال هاد الناس هادو، راه لا حول ولا قوه الا بالله. حرفي ياك؟ حرفي مصور حفلات واعراس بمدينه المحمديه، انا 28 عام وانا كنزاول هاد المهنه، ما عنديش شي مهنه اخرى من غيرها. وشنو المطلب ديالك انت جيتي؟ المطلب ديالي انا، المطلب ديالي اللي خلاني نجي من الوقفه، منسق العريضه اللي سيناو فيها الناس، لاننا حنا قدمنا عريضه للسيد العامل. وقدوا وصيفتنا عريضه للمكتب ديال رئيس الحكومه. اذا انت اللي غتجاوبنا على هذا السؤال ديال شنو المطلب الاساسي؟ المطلب الاساسي حنا بغينا غير كما كانت واحد الالتفاته للقطاعات الاخرين، بغينا واحد الالتفاته تكون القطاع ديالنا يبداو معنا ولو غير ب 25%. يعني ماشي النفي، يعني انتم الحفلات كاينين حفلات صغرى ما كتعداش اكثر من 30 خلق، مثلا مناسبه ديال عيد الميلاد، خطبه، حنا ممنوع نخدموهم. حنا اللي كيخدم هذه الحفلات اللي قلتي لي دابا؟ احنا بغينا الدوله تعطينا الخدمه هذا. ولكن واش سبق لشي حفله دارت مثلا فهاد؟ داروا حفالي، احنا ما بغيناش نخدموا، ما بغيناش نخرقوا القانون. يعني كانوا حفلات، داروا حفلات في العهد، في هذا الوقت ديال الحجر الصحي، بدون ذكر الاسماء. راه لي لايف كاينين بطبيعه الحال، لي لايف راه كاينين، راه شافوهم الناس، راه في الفيسبوك الحمد لله، راه كلشي كاين. راه هذا هو اللي ضرنا، بحال قلتي شي خدام وشي ما خدامش، يعني حسينا بواحد الحقره.
واحد الحكره وحكره كثير. شكرا لك السي الوزاع. معنا سي نبيل الوزاع رئيس المنظمه الحقوقيه بمدينه المحمديه. تفضل معنا، انت اليوم جيتي كمساند للوقفه الاحتجاجيه ديال الممولي وحرفي الحفلات والموسيقيين، شنو تقول لنا على اليوم سي نبيل؟ نبيل الوزاع رئيس اقليمي المنظمه الوطنيه لحقوق الانسان المحارب الفساد بعمل المحمديه. اليوم حنا كمكتب اقليمي وكامانه عامه كل التضامن مع الحرفيين مع الحفلات اللي مسك اللي منضرن. حنا اليوم كمنظمه كنلتمسوا من رئيس الحكومه ادراج هذا القطاع من الناس اللي استفدوا قبل، وخاص يكون الحوار ولكن التامين، ولكن كنلتمسوا من رئيس الحكومه يكون الحوار مع هاد الناس المضرين تقريبا حوالي 900 الناس المضرورين، يعني تكون حلول. والغريب في الامر راه كاينين الناس مضرورين، واحد السيده مسكينه راه كتغادز بكي مسكينه كتقول لك تقريبا عندها شي 3000 درهم زائد عندها عمليه، كاينين الناس الله يحسن العوان يعني ماشي غير رجعوا وخرجوا، لا مساكن مضرورين، راه الناس راه بقى لها غير البكا. خاص رئيس الحكومه خاص يكون الحوار، وخاص وبالاخص الناس راه باغي يلتزموا الشروط الصحيه. طبيعي الحال درنا ملتمس للسيد وزير الداخليه، ومازال غادي تكون عندنا ان شاء الله جميع المراسلات في الموضوع. هادشي راه ما غاديش نسكتوا عليه حنا كمنظمه، وكنشكروا الجهات المسؤولين اللي صارين واللي كيامنوا. الحمد لله راه ما كاينش عمليه القمع، لا حنا كمنظمه شاهدين بان ما كاينش عمليه القمع، يعني ولكن لا ما كاينش عمليه القمع. الحمد لله الناس راه ملتزمه دايره الكمامه ديالها، والناس راه مضرن. حنا كمنظمه كل التضامن، وخاص الحوار ان شاء الله مع هاد الناس. هادشي راه ما خاصوش يسكتوا عليه، رئيس الحكومه من المفروض خاص يدير مع الناس ديال القطاع ويجلس معاهم. وحنا كل غير هاد الوقيته هي اللي كيخدموا فيها الناس مضروره. راه ما كنقول لك مضروره، راه كنجمعوا كاملين، راه الناس بقى لها غير البكا يعني. والحمد لله والغير راه هاد الناس وحتى الممول الحفلات راه ما نساوش بان الوقفه ديالهم في الظرفيه ديال الجائحه بالنسبه للمتشردين راه تا هما ساهموا ومساكن كلفوا من جيوبهم. واليوم خاص كخدمه للوطن، كخدمه للوطن اليوم رئيس الحكومه هو اللي المفروض خاصو يدير الحوار. الحمد لله ما يخليناش الاصطدامات مع الداخليه، هذا هو اللي كاين. تبارك الله عليك. شكرا سي نبيل، شكرا لك. اذا بقاو معنا في هذا البث المباشر اللي كنقلوا لكم من امام عماله المحمديه، وهاد الوقفة الاحتجاجية اللي كينظموها المصورين والموسيقيين والمنقفين ديال مدينة المحمدية في مجال الأعراس. إذا بعد قليل غادي نصادفوا عدد كبير أيضا من المنظمين لهاد الوقفة الاحتجاجية. إذا كما كتشوفوا مازال كيلتحق بالوقفة عدد من المهنيين في هاد القطاع هذا. إذن الآن عملية توزيع الأعلام الوطنية على المحتجين التريتورا والنقافات والمصورين أمام عمالة المحمدية. للتذكير هذه الوقفة هذه كتزامن مع وقفات كثيرة اللي كتنظم بعموم المملكة في نفس الوقت وفي نفس المكان، يعني عملات المملكة والولايات. واحد لا شويه اللي يدي انت هما. اذا كيلتحق الان عدد من الناس ديال هذا القطاع هذا واللي غادي نصادفهم مباشره. يلا هز لي الكاميرا خنمشيو عندهم نيشان. هز لي هزها من التحت. اجي معايا اجي معايا، تعال تعال هنا هو الميكرو الاخر. السلام عليكم. اذا معنا الناس ديال هذا القطاع هذا اللي كينظموا اول ما يعني ما متعودينش على الاحتجاج صراحه، بحكم انكم دائما منشغلين بالقطاع ديالكم. السميه والفرقه ديالكم؟ دكبر عبد العزيز، نجوم محمدية، طائفة يساوية. اشرح لنا هذه الوقفة الاحتجاجية، شنو الرسالة اللي بغيتها توصل للحكومة؟
حنا شفنا كاع القطاعات تبارك الله راه خدموا وكاع القطاعات شاغلوا الا القطاع ديال الاعراس اللي باقي ما شاغلش. وراك سمعتوا رئيس الحكومه اش قال العثماني ان ما كاين عراس ما كاين حفلات. نعم. وين عرفوا الاسباب؟ لان راه محلول البحر كيكثر من العراس، محلول الحمامات كيكثر من العراس. نعم. شي قطاعات اخرى اللي كثر من العراس وفاتحينهم ومشتغلين الناس. وحنا هذا الاحتجاج على هذا السبب ان شاء الله. لان غادي نقاطعوا غتبدا الوقفه الاحتجاجيه بشكل رسمي، غادي نعاودوا نرجعوا لك. يلا اجينا. اجينا. داكور اجي معايا. إذن الآن غدا تبدأ الوقفة الاحتجاجية بشكل رسمي هنا أمام عمالة المحمدية. إذن هنا كما كتشوفوا بالصورة الكاميرا مانا هادو النقافات والمساعدات في الأعراس. عادي. اشي قلب حشوين ها؟ الآن سمع النشيد الوطني المغربي. اجي قرب شويه هنا. اجي النشيد الوطني المغربي بصوت ممولي الحفلات والأعراس بعمالة المحمدية والنقافات والمصورين وجميع المهنيين في هذا القطاع هذا. السلام عليكم سيدي. كنيا كنيا السلام عليكم. وعليكم السلام. معك محمديه فرنسا بث مباشر رسمي. درنا الخير عاوديها. اوكي. السلام عليكم. احلام رمسيس نقافه من مدينه محمديه. شرح لنا هذه الوقفه الاحتجاجيه وشنو هو الضرر اللي لحق بكم؟ هذه الوقفه درناها على الضرر اللي حنايا ضررنا من شهر 3 وحنا موقفين. وتضررنا بزاف والحاله ولات مزريه من جميع القطاعات ديال الاعراس، منهم السربايه، منهم النقافات، منهم اصحاب الميناج، منهم اصحاب الهزه، منهم حتى الترونسبور. احنا راه تضررنا بزاف وعلينا كريديات، علينا التزامات، علينا بزاف د الحوايج. ها العيد الكبير ما لاقين ما نشريو لولادنا، وحنا كنطلبوا من الحكومه دير لينا حل. نعم. دير لينا حل على الاقل تعطينا نخدموا غير 50%. نعم. نخدموا غير 50%، التعقيم كاين، كل شيء غيكون موجود ان شاء الله، القاعات راه كل شيء موفر. كلها غتكون موفره. وكنطلبوا من الحكومه ديرنا بحال حنا ولادهم ولا بناتهم من عائلاتهم. الا ضروا هما راه حنا راه حنا مضرورين، خصهم يعرفوا بان راه حنا هذا القطاع راه تضرر بزاف. وبغينا يديروا لنا حل في هذه المناسبه هذه. هذه هي الوقفه. سلتونا سلتونا سلتونا.
عايشين منها اليتامى، الناس كيخلصوا منها الكرا، الناس كيخلصوا منها الامراض المزمنه. المراه مسكينه اللي ما عندها لا قرايه لا خدمه لا ديبلوم، كدير حويجات وعماليه وكتخدم على راسها، فكيفاش غيتوقف هذا الشيء؟ كيفاش هاد المراه فين غتمشي؟ واش نصيفطوا هاد العيالات لدول الخليج؟ ها؟ واش نصيفطوهم يسعاو؟ واش نصيفطوهم للدعاره؟ فين غنمشي نصيفطوا هاد الناس اللي خدامين هنا؟ ما كنهضروش على روسنا حنا مالين الماتيريال، كنهضروا على الناس اللي خدامين معانا، على البنات، كل وحده خدامه معاها ستة البنات، سبعة البنات، حتى ثمانية البنات، فين غيمشيو؟ فين غيمشيو هاد البنات؟ فين غيمشيو؟ واش نصيفطوا بناتنا لدول الخليج يديروا الدعاره؟ باش يلا الحكومه تلقى خاطرها، راه ما يمكنش، انا خدامه معايا 12 بنت وخدام معايا 12 ولد، فين غيمشيو هاد البنات؟ ما بقيناش كنخمو القوت اليومي ديالنا قد ما كنخمو ليهم هما. يعني راه كنطلبوا من صاحب الجلاله يشوف فينا، كنطلبوا منه انه يحل الخدمه في هذا القطاع، حتى حنا نخدموا وحتى حنا اللي طبقاتوا علينا الدوله حنا مستعدين ليه. هذا وباء من عند الله، والاحترازات كاملين حنا قابلينها، والشروط كاملين حنا قابلينها. ما غاديش نخرجوا من شي قرار غديروا الدوله ابدا. حنا تحت الدوله وحنا تحت السياده الملكيه. عاش الملك. شكرا شكرا لك. شكرا. حيد الكاميرا، حيد، انا ناخذ حيد. في مدينة المحمدية، اسمية والصفة ديالك؟ السلام عليكم، معك كريم عوجي. جيو هنا باش يبان، باش يوقف هنا، وقف هنا لو سمحتي. يلا. صاحب قاعة الأفراح، هذه الوقفة هذه إلا وتمديد واستنكار القرار ديال رئيس الحكومة، اللي هو كان قرار خاطئ وقرار مرتبك، بأنه في هذا القرار كاين واحد الإقبار ديال واحد مجموعة ديال القطاعات، ليس بقطاع التموين فقط، وإنما النقافات والناس ديال الفنانة والناس ديال الفولكلور، الناس كلهم اليوم كيعيشوا واحد التدمر من هذا القرار، وهذا واحد الحكم، حكم ديال الإفلاس، فكنستنكرو هذه الوقفة. ناخذوا كحالة خاصة، شنو نوع الضرر اللي لحق بك؟ الضرر شي حاجة طبيعية، أنك دير واحد الاستثمار ديال واحد قاعة الأفراح
باموال طاهله وكتتابعك ضرائب وتابعك مصاريف وعندك دي شارج اللي هما فيكس في الخدامه ويجي اليوم احنا احترمنا الكونفينمون احترمنا الجائحه ولكن من بعد 3 شهور كان عطيت قرار افتتاح ديال الفنادق وديال الحانات وديال وسائل النقل وجيتي حتى القرار ديال الحفلات عطيتي واحد القرار اللي هو وهو كنعتبره أنايا واحد قرار صادم كان حقنا رغم أن حنايا كنا ما عمرنا خرجنا ما عمرنا طالبنا بشي حاجة لا بمساعدات في حين أن الفنادق كلهم خذوا مساعدات خذوا من صندوق ولكن ما فهمناش واش هاد القرار اللي خداه في طياته قرار سياسي او حسابات سياسيه ما عرفناش بالضبط. اذا كنتمناو تحل هذا المشكل عام قارب ان شاء الله باي صيغه ان شاء الله نتمناو يعاودوا يتراجع في القرار ديالو لان كاين واحد المجموعه ديال الشباب كيشغلوا في هذا البنك ما بغيناش ليهم واحد ضرر اكثر من هذا شريد اكثر وشكرا شكرا شكرا اذا بقوا معنا في السير انت ملكنا واحد محمد السادس ملكنا واحد محمد السادس ملكنا واحد محمد السادس هذا هو التراث ديال البلاد هذا راه تراث هذا راه هز الرايه المغربيه في العالم اهلا بندير دابا انت يا جيتي حنا ما دويناش حنا الاولين اللي دخلنا حنا الاولين اللي كسكتنا حنا الاولين اللي كنا حابسين ولكن احنا ماشي كنا كنخرجوا للحملة التحسيسية ولكن ملي صدر القانون الاخر فنادق 100% فنادق 100% طوبيس 75% البحر عامر يعني اش تقول لنا التراث نحيدوه ما عندناش فقير الخدمة هذا هزيت لي 35 عام والله هز لي هذا دابا العتبالي حيدو علاش مالنا حنا شنو هو الدار ديالنا حنا ما تندويوش ولكن ملي طلبتي كرسي حنا بينا مع الطابلة نحن نخدموا أربعة الناس درنا مع جميع الحور خديجة لطفي الجمعية المحمدية للتضامن والتنمية البشرية أنا جيت اليوم نتضامن مع هاد الفنانة مع المؤلفات مع النقاشات مع لي بغيتور الممولين الحفلات يعني جميع الفئات يعني موسيقيين بصفة عامة يعني هاد المستوى الوطني ماشي على المستوى المحلي وانما على المستوى الوطني اذا انا كنبغي نقول بان حان الوقت باش ان هاد الفئه هذه بان خصو يتقنن هاد الشيء ديالهم هاد المجال ديالهم خصو يتقنن واذا هنا خص دار اليد في اليد على المستوى الوطني كامل ماشي غير المحمديه وانما هاد المجال خصو يتقنن لا يعقل ان كلشي كيخدم وهاد الناس وهاد الفئه بالذات لان كتخدم واحد الشريحه كبيره بزاف في المجتمع عار انها تبقى تشرد هي وليداتها وكتخدم معها يعني السربايه فين غادي نمشي هذا فين نديرو فين غادي يمشي هذا كيف اذا بقاو معنا في هذا البث المباشر تاعنا اللي كننقلوه لكم مباشره من عماله المحمديه كما كتشوفوا عدد من الخطابات والتصريحات من طرف عدد من المهنيين في القطاع وايضا عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين اللي مشاركين في هذه الوقفه هذه الجمعيه عندك اذا معنا حقوقي كما قلت لكم السلام عليكم يعني كي شفتي هذا المشهد الحزين والمؤثر ديال يعني كي كتشوف واحد الموسيقي واحد الفنان شد يعني البندير ديالو اللي كيخدم به وهذا قام بالتكسير ديالو امام عماله المحمديه. نبيل وزاره رئيس اقليمي المنظمه الوطنيه لحقوق الانسان المحارب الفساد بعماله المحمديه، احنا اليوم كمكتب اقليمي احنا كل التضامن مع هاد الحرفيين ومع ممول الحفلات، الناس مضروره سي خالد. نعم. الناس مضروره الناس المساكين كاين اللي عندهم تقريبا 5000 درهم 3000 درهم عندهم الكراء عندهم مصاريف راه تقريبا راه 900 واحد اللي كاين في المحمديه خاص رئيس الحكومه خاصو يجلس مع هاد الناس خاصو يكون الحوار
خاص يكون حوار، حوار عاجل كما قال حوار عاجل. هاد الناس راه مضرورين. هاد بالنسبه للممول الحفلات راه لقيناهم السي خالد، راه لقيناهم في الوقيته اللي كانت الجائحه، راه لقيناهم ساعدوا المتشردين ساكن، راه ساعدوا هاد الناس. رئيس الحكومه خاصو يلتزم، خاص حوار استعجالي مع هاد الناس. ما خليش الصدامات مع وزارة الداخلية، عند الوزارة الداخلية عندها كاين التجاوب، ولكن رئيس الحكومة خاصو ياخذ بعين الاعتبار هاد الناس مساكن راهم ضرورين. واحد مسكين تقبل البندير ديالو، الناس كيبكيو. وحنا كمنظمة بالمحمدية كل تضامن مع ممول الحفلات ومستخدمين بعمالة المحمدية. تبارك الله عليكم. إذن بقاو معنا، إذن بقاو معنا في هذا البث المباشر اللي كننقلوه لكم مباشرة. إذن معنا أيضا واحد من الحقوقيين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السمية والصفة، واشرح لنا هذا. أحلاش محمد، النائب الأول لرئيس المكتب الإقليمي للمنظمة لحقوق الإنسان. احنا جينا اليوم هنا كنضمنوا مع هاد الناس اللي هما مولين الحفلات، وكنضمنوا مع الفنانه والسربايه والقفات كل من اللي هما مضرورين. اطار كنطلبوا من الحكومه ومن خاصه وزاره الداخليه ووزاره الصحه التخفيف من هذا الحجر، ويعطيهم حتى هما حق لتنظيم الحفل ديالهم، واللي لانهم عندهم مشاكل عائليه، وكاين اللي عنده كراء المحلات، وكاين اللي عنده كما كنقولوا قروض، هذاك الشيء خاصهم يحلوا لهم المشكل. هذا هو اللي كاين السي خالد حاليا. شكرا شكرا. اذا كما كتشوفوا عدد من صوروها شويه. اذا بقوا معنا في هذا البث المباشر اللي كنقلوا لكم مباشره من امام عماله المحمديه. وقفه حاشده للمهنيين والحرفيين في مجال الحفلات والاعراس، اللي كيطالبوا جلاله الملك بالتدخل لانصافهم ضد الظلم والاقصاء من اجل لقمه العيش كيفما مكتوب في واحد اليافطه. اذا مازال كيلتحق بالوقفه عدد من الحرفيين كما كتشوفوا بالصوره خلفي. إذن وقفة احتجاجية للحرفيين ديال الأعراس ومموني الحفلات بعموم عملة المحمدية. وللتذكير هذه الوقفة هذه كتنظم في نفس الوقت بالمغرب بكل عملات المملكة، ولكن ينظموها الممولي ديال الحفلات. إذن بقوا معنا في البث المباشر. نمشيو لها عندك هذا اللي عطى تراخيص ديال القطاع ديال الحفلات والسلاله حتى مشى. خديجه وقف هنايا معنا فاعله جمعوه ايضا اللي كت مشاركه في هذا الوقفه الاحتجاجيه هنا. اذا الاخت خديجه اللي هي فاعله جمعويه بمدينه المحمديه وحقوقيه ايضا، القراءه ديالكم لهذه الاشكاليه هذه ديال ممولي الحفلات. اولا وقبل كل شيء شكرا محمديه بريس للتغطيه ديال الاحداث كلها ديال المدينه. ثانيا انا اليوم مجرد ما انني شاهدت النقل ديالكم المباشر وما كنتش عارفه بان كاين وقفه، يعني كان من الواجب عليا انني نجي نتضامن، ان جيت خصني نتضامن مع هاد الناس هادو لانهم جزء من يتجزا من المدينه. يعني عارو يعني كنطلب من رئيس الحكومه انه يرجع القرارات ديالو، وانه ياخذ بعين الاعتبار ان واحد الشريحه كبيره بزاف في المجتمع لان ضاعت بفعل الحجر الصحي والطوارئ الصحيه. كنتمنى انه يتراجع ولو يعطيهم غير 75% او 50% الاقل ينوضوا يخدموا، لان حشومه اننا كنلقاو البحر عامر، الطوبيسات عامرين، لي طران عامرين. يعني هاد كورونا هذه ما يمكنش تنطبق على هاد الناس، هادو هما اللي غادي يجيبوا لنا البؤر الفتاكه ديال الفيروس. هما كيطالبوا صراحه انا كيقولوا حنا غادي نديروا الحمايه، غادي نديروا 50% يعني جميع الحلول اللي كيطرحوها الحكومه. نعم يعني هاد الناس هادو ما يعني رادخين الجميع، يعني انهم غادي يحافظوا على الوسائل الاحترازيه لان اللي غادي يتخذوها في هذه المسائل هذه. دونك كنتمنى انه يتراجع القرار ديالو ويفتح المجال لهاد الناس هادو يخدموا. وحان الوقت انا كنقولها لهاد الفئه كامله على المستوى الوطني بان
حان الوقت لتقنين هذا المجال، لأن منفعتهم هنا لا بطاقة ديال الفنان ولا في بطاقة المهني ولا بطاقة الفنان ولا الموسيقي. إذن هنا ما كاين حتى شي حاجة، كلشي كذب كذب. القطاع القطاع غير مهيكل، يعني هي جات كورونا كشفات على عدد من القطاعات اللي غير مهيكل، غير مهيكل، وكشفات على بزاف العدد من العيوب. إذن هنا حنا كنشوفوا كنموذج الفنان الزريقة هشام الله يشافيه بالبطاقة ديال الموسيقي ديالو، أن ما قدرش شتي هذاك المشهد هذاك، يعني البندير ديالو كسروا، مساعدات ما كاين حتى شي حاجة اللي قدمتها له الوزارة الوصية ولا شي. دونك هنا كنطلب من الإخوان يعني في هذا المجال هذا على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي أنهم يطالبوا بتقنين، حان الوقت، لأن راه ما بقاش دابا إما غادي يقنوا المجال ديالهم إما غادي يخليهم يمشيو يديروا شي حاجة أخرى. إذا هذا المجال كيبان لي إلا ما قنوش راه غادي يولي غير شي خضرة فوق طعام، خصو يدير خدمة أخرى ويخلي هذه يخليها غير هذا. دونك كل التضامن مع هذه الفئة هذه، أنا جيت اليوم كنتضامن معهم تضامن، يعني تضامن لا مشروط والتضامن المطلق. وكنطلب ربي تبارك وتعالى الله يفرجها عليهم وعلى الجميع، وتبارك الله عليك، وشكرا محمد يا بريس. شكرا شكرا. إذن بقاو معنا في هذا البث المباشر اللي كنقلوا لكم مباشرة من أمام عمالة المحمدية. تعالي اجي امل. اذا معنا اجي جنسون سوتي قبيله سوت. اذا بقاو معنا في هذا البث المباشر اللي كنقلوا لكم مباشره من عماله المحمديه. يعني شنو الرساله من خلال هذا الختام هذا الوقت نوصلوا للسي العثماني، يعني خلينا نخدموا ولا يشوف لينا البديل. هذا ما يديرش لنا بحال هكا، يعني ضرر كبير، ضرر كبير، ضررنا فوق ما تصور، فوق ما تصور، ماشي ضررنا، ضرر فوق ما تصور. عندنا التزامات، عندنا كشيكات، عند الناس بزاف، عندهم عندنا بزاف، عاد بليس اننا عندنا في عاتق ديالنا ناس اخرين كتعيش معنا، كترزق معنا، ملي كنخرجوا نخدموا كترزق حتى هي معنا بوليداتها، حنا بوليداتنا، وخلانا بحال هكا قاب قوسين، ما دار معنا حتى حل. في الوقت اللي كنا حنا كنتسناو الفراج هو جا قفل. بالنسبه للصندوق ديال كورونا، واش استفد منه هذا القطاع ديالكم؟ القطاع ديالنا ما كانش كلشي استفد، قليل اللي غيكون استفد، ماشي كلشي. عاد ما كاين اللي ما عندوش، ما صاروسلوش لي انا بزاف من انا واحد، بزاف الناس ما رسلوش ليهم، كاين اللي ما عندوش لاسينيسيس، لاسينيسيس كاين اللي عنده هذا، كاين اللي ما عطاوش، كاين اللي قطاع اصلا القطاع ديالنا حنا خصو يكون غير مهيكل، قطاع تحت الصفر، قطاع يحتضر. كان هذا الوباء ديال كورونا كشف يعني على بزاف الحوايج، كشف على 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 بزاف الحوايج، كشف عليهم وباء كورونا. من اهم اننا ما عندناش لاسينيسيس، ما عندناش اوراق، ما عندناش حاجه نعتمدوا عليها، ما عندناش الطبيب ديالنا، ما عندنا والو، كلشي كنعتمد لا كونجي، غنا كونجي راه واخدينو حكتي ملي قلت كونجي، من شهر 11 حنا واخدين كونجي دابا، يعني في الايام العاديه ماشي حنا عندنا نص العام كله كونجي، نص العام كله كونجي. حنا راه كنخدموا غير على الصيف، غير على البريود ديال الصيف كنخدموا، على البريود ديال الصيف، وهذيك الصيف كناخذوا عليه ديجا بزاف الكريديات بحال الصراره والنمله، نخدموا في الصيف، يعني كنخدموا يعني في حاله مثلا الى الحكومه سمعت لكم وبديتوا، شحال ديال الوقت غادي يخص باش ترجعوا للحياه العاديه كما كانت؟ حنا عرفتي شنو هو، حنا المهم مهم ما نقدرش نقول لك انا فاكر ديات فيها شي عثرنا عثره خايبه، عثرنا عثره واعره، خصنا باش نوضوا، خصنا بزاف باش نوضوا. حنا بغينا دابا غير باش نعيشوا، ما بغيناش باش نوضوا، غير الاكتفاء الذاتي، الاكتفاء الذاتي، بغينا القوت اليومي ديالنا وديال الناس اللي كيخدموا معانا، بغينا نخلصوا كرات المحلات اللي حنا خدامين فيهم، راه ما عندناش الخلاص. كاينين شي ناس اللي معاكم يعني اللي ربما ما غاديش يلقى باش يعيد ولا شي حاجه؟ حنا الاول، حنا الاولين، ما غاديش نعيد، انا هذه هي مسيرنا، وما عندناش بديل، لان هذه هي الحرفه ديالنا، وانا ما عنديش شي واحد، انا هي المعيله الوحيده في الدار ديالنا، انا اللي هزه وليداتي، ما عنديش الراجل، والله ما عندي باش نعيد. عاد باش اللي خدامات معاك حتى هما يخصهم، وعاد هذوك اللي خدامين معايا نفس المشكل، كيقدروا الظروف، نفس المشكل، نفس المشكل، حتى واحد ما غادي يعيد، راه ما كاينش. يا ربي نخلصوا على الكريديات اللي علينا، الحانوت يتسال، البنكة تسال، كلشي تسال، حنا ما بقيناش كنشوفوا في هذا الشيء، حنا كنتسناو ناكلوا عي طرف ديال الخبز. واخا عطينا التقييم ديال هذه الوقفه الاحتجاجيه، مدى النجاح ديالها؟ واش غادي نقول لك، التقييم حسن، هناك حقوقيين جمعويين صحفيين اللي جاو كيغطوا، كنتمناو في هذه الوقفه هذه اللي فيها جمعويين، فيها صحفيين، وفيها الناس ديال الحرفه ديال الاعراس، كنتمناو يشوفوا من الجهه ديالنا وباش يديروا لينا حل، يشوفوا من جهتنا الحكومه، تشوف من جهتنا باش دير لينا ان شاء الله حل باش نخدموا.
حنا ما بغيناش نطلبوا، حنا بغينا غير نخدموا، ما كنطلبوش حنا صداقه. عندكم المهنه ديالكم محترمه كتافنا، كنخدموا بعرق كتافنا، ما كنطلبوش الساعه، حنا ما كنسعاوش، حنا بغينا نخدموا بعرق كتافنا. حتى دابا ربما ما كنطلبوش الحكومه انها تعوضكم على الايام. بغيتو تعوض ما والو، وحنا بغينا نخدموا، ما بغيناش نخدموا، ما بغيناش تعويض، ما بغينا والو. هذه رساله لرئيس الحكومه كما كتقول، هاد الناس هادو ما باغين والو، باغين غير يبداو مباشره. سمع رايكيد كيسمع لي جميع الحرفيين، ما كنطلبوش، ما بغيناش نسعاو، طلق لينا الخدمه نخدموا بعرق كتافنا فقط، هادشي اللي كنطلبوا منك. عطينا فلوس والو، ما بغينا والو منك، بغينا نخدموا. الحمد لله عندنا كتافنا، بغينا نخدموا. اذا رئيس، اذا هذه كلمه رئيس الحكومه اللي طلع من هنا من مدينه سهل المحمديه، اللي طلع من مدينة محمدية، كانت منه أن نسيتوا وقيل هذه القضية. عارفينها. هو راه ولد بلاد، هو راه ولد بلاد، هو راه ولد، ولكن طلع من محمدية. طلع. نورمالمون هو خاصو يتلقى فينا وجه الله. حتى حنا راه عندنا عائلات، حنا كنخدموا غير بدراعنا، يعني إلا ما جابهاش لك دراعك راه ما كاينش من غتجيبها. يعني حتى حنا راه تابعنا عائلة وعندنا وليدات، الله يحفظهم. فين بغيتي تصيفط العيالات ديال هاد الحرفة؟ راه الأكثرية فيها مطلقات وأرامل. فين غيمشيو؟ فين؟ فين؟ حتى الخدمة ما يخدموناش لان قربنا لا غوتريت، فين غادي نمشيو؟ الله يجازيك بخير يا سعاده السي العثماني، الى ما دير لينا حل وطلق لينا الخدمه، ما بغيناك تعطينا حتى حاجه، اعطينا غير نخدموا. الله يرحم الوالدين. اذا ربما الى فقدتوا الثقه ولا يعني الامل في رئيس الحكومه، لمن غتوجهوا الرساله ديالكم؟ كنوجهوا الرساله، حنا فقدنا الثقه في الحكومه. غاتشوفوا فيها الله عدماتنا. حنا كنوجهوا الرساله لصاحب الجلاله، صاحب الجلالة هو اللي غادي يشوف من جهتنا ويشوف من جهة ديال هذا القطاع ديال الحفلات. وكنتمنى من الله، الله يشافيه ويطول في عمره ويخليه لينا. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. هادشي اللي دابا بقاو معنا في هذا البث المباشر اللي كنقلوه لكم. نمشيو فيها اللي كنقلوه لكم مباشرة من اجي اجي. السلام عليكم، شنو هي الحرفة اللي عندك ديالها؟ شنو اللي كديري؟ عندي تنكاف، انا امرأة مالة. معنا نقافة. انا امراه ارمله، عندي خمسه الوليدات. ارمله اييه. انت بوحدك اللي خدامه في الدار على العائله ديالك؟ انا الله كيشهد وهزا الكريديات. حاطه في محمديه، حاطه الشيكات في الرصيفات، ودابا حتى يعيطوا على فلوسهم ولا ندفع الشيك. احنا دابا الخدمه لا والو، يعني ما تقدروش الظروف، يا اما تخلصي يا اما يدفعوا الشيك. صلاه على النبي. رساله للرئيس الحكومه، الله يجازي بخير، كنتمناو يطلق لنا الخدمه. ما باغي لا تعويض لا حتى شي حاجه، غير ما بغينا غير الخدمه. بغيتو الخدمه؟ بغيتو الله يجازيك بخير. عام عام ما بغيتو والو، ما باغي لا رامي، ما باغي حتى حاجه، باغي الخدمه. غير الخدمه واخا، خليك معنا. غير الخدمه خويا، غير تخدموا صح. بغينا غير الخدمه. تلقوا لي توحشوا الخدمه ديالكم، توحشنا. محتاجين، محتاجين. انا مطلقه وعندي ولد، انا مطلقه وعندي ولد، ما عنديش اللي يخدم عليا. ماشي توحشنا، بغينا نخدموا، خدامين بها. هو الخدمه الوحيده اللي كنديروا. عباده، عباده، الخدمه عباده، ومحتاجينها، ماشي توحشناها، عايشين بها، حنا عايشين بها، عندنا عائلات عايشين بها. وكريديات اللي عندكم؟ عندنا كريديات، عندنا التزامات، عندنا عائلات، عندنا كل شيء، حتى حنا مضرورين. نعم. سمعت الاكراهات ديال هاد الناس. معنا فاعل جمعوي المحمديه. اكراهات، اكراهات ديال هاد الناس، راه خصنا نشوفوا ما بعد كورونا، راه 75% ديالهم ما خدموش دابا، راه من وراء كورونا غيمشوا للحبس، راه حاطين شيكات، حاطين ضمانات. باش يعيدوا كما قالوا لنا. ماشي اسي خالد. اسي خالد، ماشي دابا بقاش في العيد، كنشوفوا ما بعد كورونا. الى ثلاثة الشهر. الواحد يدوز باش ما. الى ثلاثة الشهر، اسمح لي، الى ثلاثة الشهر هاد الناس كلهم فنانة، كون متأكد. راه علاش؟ إلا هضرنا مثلا على بهيجة ولا على نادية ولا على الأخوات، راه قبل من الصيف البركة اللي عاد مشاو شراو بها كساوي. وجدوا للناس الذهب، وجدوا الحوايج، الناس قاعد يلطم الفنانه اللي مشى شرا صور. علاش موجد على الصيف باش يخدم؟ نعم. هاد الناس كلهم الفنانه راه كيخدموا شهرين في العام، جيتي تات شهرين حبسيهم. كون متاكد بان من وراء كورونا راه غيولي مشكل اخر، غيولي مشكل اخر. المشكل هي هاد الناس كلهم عتلقاو في المحكمه. خنقاطعك ونعاود نرجع نكمل. حنا ما تنخدموش يوميا، تنخدموا يوم في السيمانه تنكونوا به. تنخدموا، الا خدمنا تنخدموا يومين في السيمانه. علاش يحرمونا منها؟
علاش نترجعوا داك النهار نخدموا في السيمانه يجيو يقطعوا علينا؟ رغم انكم بغيتوا تلتزموا بالوقايه والسلامه و 50%. اش قالت الدوله؟ شحال خاصكم؟ اش قالت الدوله؟ حنا باغينها التزموا بها. حنا ماشي تقولوا شكرا عرسات. يلا كلشي القاعة داروها، ملتزمين بهذا الشيء. ماشي قاعة أمر، كلشي القاعة داروها. لا القاعة الصغرى لا الكبرى. لا الصغرى ولا الكبرى. سمعتي القاعات اللي كاينين في المحمدية من القاعة الصغيرة حتى القاعة الكبرى. خالد بلا سمح يا نادية. كلهم دارين التعقيم، كلهم دارين الواجب، كلهم دارين داك الشيء اللي قالت لهم الدولة. سمعتي؟ نعم. ولكن راه هما القاعات كلشي دابا ميت والحرفيه كلشي ميتين وتنطلبوا من السي العثماني هو يعطينا واحد الحل وتنقولوا الاولى والثانيه عاش الملك. عاش خالد. مره اخرى خاصك تعرف بان هاد الناس عندنا واحد النقاش سي خالد، خاصك تعرف بان هاد الناس اليوم راه جاو غير واحد 10%. علاش باش ما يسموش فوضويين؟ راه كل اوركسترا وكل نقافه وكل فنان راه جا واحد كيمثل كيمثل يعني باش ما يكونش اقتضاد هما داروا هما احتضوا الحجر. مثلا جينا نهضروا على النقابه تكون نقافه وخدمه مع 10 الناس، راه اليوم كل وحده جات بوحدها. علاش؟ باش نحترموا قرار ديال الداخليه بان احنا ما بغيناش نديروا تجمعات. اما كون تجمعوا الفنانه والمغنيين والتريتوره وصحاب المسرح والسرباي وصحاب الهزه، راكم متاكد كل البار كل عمر اتفقوا في الاجتماع باش يكون اتفقوا في الاجتماع باش يكون غير واحد من المجموعه. هادشي اللي كتشوف فيه راه اقل من حاجه. علاش؟ حتى حنا كنطلبوا السيد العامل اللي كنا بنوع صاحب جلال الله يخليه سي عرباز بانه يدير لنا حل لهاد الفنانه. لا كلهم الفنانه ديال المدينه راه مدير اخرين بداو خدامين وتبارك الله عليك السي خالد. اذا في ختام هذا المباشر هذا اللي نقلنا لكم مباشره من عماله المحمديه ضمن صفحه البث المباشر، دمتم بخير. ورساله صراحه صريحه قالوها هاد النساء هادو والممولين للحفلات الى رئيس الحكومه العثماني، يعني اللي طلع من مدينه المحمديه هذا ما كيعنيش انه ما يحلش المشاكل ديال المدن الاخرين، وانما خاصو يهتم بهذا القطاع هذا ديال ممولي الحفلات. الى اللقاء.